78 ضحية كلهن نسوة ما عدا ضحية واحدة تعود لرجل أمن، هي الإحصائية المقدرة لعدد الضحايا الذي قتلهم ميخائيل بوبكوف أو ما يسمى مهووس أنغاراسك نسبة لمدينته. لا يبدي الشرطي السابق ندما على ما اقترفت يداه، لا بل يدعي أنه يطهر مدينته من المومسات. مسرح الجريمة يبدأ من سيارته، يعرض على من تقطعت بها السبل ليلا الركوب معه، يشهر بطاقته الأمنية لمن تظهر ترددا وخوفا كي تطمئن، لينتهي بها المطاف قتلا بمطرقة أو بفأس أو بسكين، ومن ثم يلقي بجثتها في غابة أو على قارعة الطريق أو في مقبرة. أعمار الضحايا تراوحت بين 16 و40 عاما، وتم اغتصاب بعضهن. ما قاد المحققين إليه أخذ عينات من الحمض النووي من مئات الآلاف من سكان مدينته. الملابس والوشوم المرسومة على أجساد الضحايا والمجوهرات التي كن يرتدينها، كل تلك التفاصيل لا تزال عالقة في ذهن السفاح، يقول المحققون. هنا يظهر مهووس أنغاراسك وهو يقود المحققين إلى أماكن دفن ضحايا قتلهم قبل 20 عاما. الاختبارات النفسية التي أجريت على رجل الشرطة خلصت إلى أنه يستمتع بالقتل ويرى القتل هو غرضه في الحياة. بوبكوف اعتبر أحد أكثر السفاحين دموية في تاريخ روسيا الحديث، ليتغلب على ألكسندر بيتشوشكين الذي أعدم بعد قتله 48 مسنا. هذه هي المرة الثانية التي يتلقى فيها بوبكوف حكم السجن مدى الحياة، بعد أن حكم عليه أول مرة منذ 3 سنوات. إحدى الناجيات من ساطورته تقول إنه من العار ألا يتلقى السفاح عقوبة الإعدام.